بسم الله الرحمن الرحيم. خليك ابو تريكه. ابو تريكه لاعب مصري معروف ومشهور والناس بتحبه. انا مش بتابع كوره وما بفهمش حاجه في الكوره ولا بفهم حاجه في القوانين بتاعتها ولا بتفرج على الماتشات، بس الراجل ده محترم والناس كلها بتحبه، وفي صفه عجبتني فيه جدا اللي هو ما بيشغلش نفسه بالتفاهات، تمام؟ ما بيشغلش نفسه بان هو يرد على الكلام السيء اللي بيتقال، بيشغل نفسه بان هو يطور نفسه. يعني هو مثلا كل شويه تطلع عنه اشاعه ان هو كذا ان هو كذا ان هو كذا، ما بيردش عليها غير لما حد يساله سؤال مباشر فيرد من غير ما يجرح في الشخص اللي قال كده او يتهمه او يدخل في حاجات فرعيه، لا بيرد على قد الحاجه وما يشغلش نفسه بالتفاهات، وما يشغلش نفسه ان هو كل شويه يطلع في التلفزيون بخمس ساعات ان هو يرد، لا مش شاغل نفسه بان هو يطور نفسه. كلاعب وصل لمستوى عالي جدا، تمام؟ يمكن انتوا عارفين اكتر مني، وماتش تونس والجزائر انا ما اعرفش الماتشات اللي هو لعبها وكرافس حاجه زي كده. انما بيطور نفسه لما كبر في السن، بدأ يعمل ايه؟ ياخد خطوه تانية، يتعلم اداره، يتعلم ان هو ازاي يحكم، ان هو يتعلم ازاي يبقى معلق رياضي، وبدأ يخش من غير ما يشغل نفسه في الرد على المشاكل وان هو يدخل نفسه في حوارات فرعيه، لا انا عندي هدف. لما الناس بتعلم طيران حربي بيقول له انت متجه لهدف معين، ما تشغلش نفسك ان انت تروح لا يمين ولا شمال. انت مثلا خليك تطلع من مطار القاهره عشان تضرب مثلا هدف في اسرائيل، خلاص ما لكش دعوه في حد بيضرب رصاص، حد بيضرب عليك قنبله، في واحد بيشتمك، ما لكش دعوه، كمل طريقك لحد ما توصل للهدف وترجع تاني. خليك عامل زي القطر طالع من هنا المفروض هيوصل للمكان الفلاني، ما يقفش غير في المحطات، مش كل شويه مثلا واحد بيشتم واحد بيحتف عليه طوبه يقف يتكلم معاه، ما الطوبه كده هيبقى كتير، لا كمل طريقك ما تعطلش نفسك. طول ما انت بتعمل حاجه كويسه لازم هتلاقي الناس بتهاجمك. يعني سيدنا لقمان بن صاحبنا بيقول له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، في حاجه غلط؟ لا. قال له اسرق؟ قال له لا. بعد كده قال له ايه؟ واصبر على ما اصابك. طول ما انت بتعمل حاجه كويسه الناس هتاذيك، فانت لازم تصبر على اذيه الناس، تمام؟ والشاعر بيقول ايه؟ حسد الفتى اذ لم ينالوا جهده، فالناس اعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء كنا بواجهها ظلما وزورا انه لذميم. هي مجرد بيهاجموها لمجرد انها كويسه، تمام؟ فما نشغلش نفسنا بالتفاهات، لان احنا عندنا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم كرهت لكم ثلاثا الكلى والقال وضاعت المال وكثره السؤال. فاحنا لازم نركز على هدفنا وما نروحش يمين ولا شمال. وكان في حلقه لمذيعه اسمها اوبرا، اوبرا وينفري، استضافت ناشر بريطاني بتقول له انت ايه اللي خلاك توصل للنجاح دوت ان انت قدرت توزع 300 مليون نسخه بكتب مختلفه 6 لغات، ايه سر العبقريه؟ لا مفيش العبقريه ولا حاجه، انا بس بشتغل بصمت، ولو في اي كلام ما بسمعهوش، ما فيش اي شتيمه بسمعها، بركز على شغلي. في موقع اسمه صراحه اتعمل، وكان انا بالنسبه لي الحمد لله كان كويس، ما فيش حد عمل حاجه، بس في ناس كتير جات لها شتايم وحاجات دي كلها، وناس اتاذت نفسيا، وفي مثلا واحده تلاقي رساله جات لها مؤذيه او غيره او حاجه كده. ما تشغلش نفسك بالتفاهات ديت، ما تشغلش نفسك بالشتايم، ما تشغلش نفسك باراء الناس، لان اغلبها بيبقى سلبي، اغلبها مثلا بيبقى حاقد عليك ان انت وصلت لحاجه كويسه، لا ركز ان انت ازاي تعمل المطلوب منك. انت مطلوب منك ان انت تعبد ربنا وان انت تعمر الارض، تعمر الارض بان انت تعمل حاجه تنفع البلاد والعباد. اكتر من كده بقى ما تقعدش دعواتك، وما تقعدش فلان قال ولازم ارد عليه ومش هنام غير لما يبقى في رد، لا خالص. الرد عمل، الرد ان انت تعمل حاجه كويسه من غير ما تعمل بقى هليله وده قال ولا ده انا احسن منه مش احسن منه، خلي اللي يحكم الاجيال الجايه هو ده الحكم، وما تشغلش نفسك بيه، اشغل نفسك بنفسك، اقفل بابك على نفسك واعمل حاجه لصالح العام اللي تفيد البلاد.